بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون. كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر، الأيقونة ستخرج أعلى الشاشة، وأيضا عبر متابعتي سوق عمر على الفيسبوك، على تويتر، وكذلك على الانستغرام. وأيضا أصدقائي لا تنسوا تفعيل الجرس، فسياسة اليوتيوب تحتم عليكم تفعيل الجرس بعد الاشتراك في القناة كي يصلكم جديد إشعاراتنا من نصائح ودروس جديدة تخص عالم الطيور عامة والكناري والحسون بشكل خاص. أصدقائي حلقتنا اليوم حلقة مميزة وحلقة مهمة جدا. العنوان الحلقة: البيض الغير المخصر، المشكلة ثم الحل. كثير من المربين أصدقائي يعانون من هذه المشكلة التي تحبط المربي، يعني مجهود سنة كاملة، ثم عندما يأتي الموسم الذي ننتظره تبيض الأنثى، ولكن للأسف الشديد لا نجد النتيجة، يعني البيض غير مخصر. كلنا نعلم أن موسم التزاوج عند الطيور في البرية يكون في فصل الربيع، وأما الطيور الحديثة التي تكون عند الإنسان تبدأ قبل الربيع وأحيانا في فصل الخريف، وهذا ناتج عن الإمكانيات التي يمتلكها المربي من أجهزة تدفئة وإضاءة مطولة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، ونمط غذائي متوازن ومليء بالفيتامينات والكالسيوم والمحفزات الجنسية، مما تجعل الطيور تملك الرغبة في التزاوج حتى وإن كانت في فصل الخريف أو الشتاء. هذا بالنسبة للمربين الذين يمتلكون هذه الوسائل، وبالنسبة للمربين الذين يعتمدون على فصل الربيع فقط تجهز طيورهم حسب حرارة الطقس وجهوزية الذكور والإناث. بعد جهوزية الطيور تأتي مرحلة التزاوج التي ينتظرها كل مربي، فيكون الاعتناء بهم أكثر من السابق، ويجهز لهم الأعشاش ويمدهم بالقش أو بلوازم بناء العش الزوجية، ومن خلالها تبني منازلها التي سترافقها مدة موسم كامل. هذا شيء معروف عند كل مربي أو محترف، ولكن المشكلة تكمن في بعد تزويج الطيور، أو بالأحرى المشكلة تكمن في البيض التي تبيضه الأنثى وتحضنه مدة 12 يوما إلى 15 يوما، ولكن للأسف لا توجد نتيجة، أي أن البيض لا ينقص. عندها تراود المربي أسئلة كثيرة لا يعرف أجوبتها، ومنها: هل المشكلة في الأنثى التي لا تحضن البيض جيدا، أم المشكلة في الذكر الذي لا يستطيع تلقيح أنثاه بسبب ضعف في الطاقة الجنسية، أو السبب يكون في عدم ارتياح الأنثى في العش في الليل بسبب الفاش المتواجد داخل العش؟ والكثير الكثير من الأسئلة التي تحوم حول فكر المربي ولا يجد لها تفسير، ومن هنا يأتي الإحباط والتشاؤم بسبب قلة الخبرة في هذا المجال الواسع والمليء بالمفاجآت. لهذا أصدقائي قررت أن أعطيكم بعض الحلول التي ستساعدكم في نجاح موسم بأكمله والذي كنا نحلم به طيلة عام كامل. أولا، يجب وضع مجاثم في الأقفاص تكون طويلة وليست قصيرة. ثانيا، إذا كانت أظافر الطيور طويلة يجب قصها قدر الإمكان. ثالثا، احرصوا على أن لا تنتفوا ذيل الطيور وخاصة الذكور. رابعا، تأكدوا من نزع الريش الذي يكون حول مخرج الأنثى كي يتسنى للذكر التلقيح دون إعاقة من هذا الريش الذي يكون طويلا نسبيا. خامسا، تقديم فيتامينات محفزة للطيور وخاصة الذكور كي تقوي رغبتها الجنسية، ولكن لا إفراط ولا تفريط. ومن بين هذه المحفزات نجد فيتامين تبرنيل أدي تروى وهو معروف، كذلك فيتامين فيرتيفيت وهو غني عن التعريف، وأيضا فيتامين فيت أو بليس سيلينيوم. ولكن هذا الفيتامينات مخصصة للذكور، فإذا أردتم تقديمه يجب عليكم عزل الذكور عن الإناث. يعني كي أفسر ولا يفهم كلامي بالخطأ، الأدي تروى أو والفيتامين فيرتيفيت
يعطى للذكور والإناث مع بعضهم البعض. أما فيتامين في أو بليس سيلينيوم فهو يعطى للذكور فقط. يعني أصدقائي إذا تأكدتم أن الذكور هي فيها المشكل طاقتها الجنسية تكون ضعيفة نقدم فيت أو بليس سيلينيوم. أما إذا كنا لا نعرف المشكلة هل تكمن في الأنثى أو في الذكر فيمكن تقديم فيتامين أدي تروى أو تبرنيل أو فيتامين فيرتيفي. يعني هذه الفيتامينات جيدة جدا ولكن كل فيتامين وله اتجاهه الخاص. كما قلت لكم هنالك فيتامينات تعطى للإناث والذكور مع بعضهم البعض وهنالك فيتامينات تعطى للذكور فقط ولا دخل للإناث في هذا الشأن. ولكن أصدقائي كما قلت يعني تقديم هذه الفيتامينات يجب أن تكون الجرعة موجودة عندكم في الورقة داخل هذا الفيتامين. هنالك إرشادات كيفية تقديم هذه الفيتامينات ومتى نقدمها وكم من يوم نقدم لهذه الطيور كي لا نفرط في تقديم هذه الفيتامينات. والإفراط في تقديم هذه الفيتامينات أصدقائي يسبب لنا التهاب كبد حاد والتهاب معدة حادة مما يسبب خمول ومرض الطهر. لهذا لا إفراط ولا تفريط أصدقائي. وإذا أردتم محفزات طبيعية فيكفي تقديم لهم الفواكه الجافة. هنالك بعض من الأخوة يمتنعون عن تقديم هذه الفيتامينات لأنها فيتامينات مصنعة بمواد كيميائية فيقولون نحن نريد أن نقدم لطيورنا أشياء طبيعية. هم أحرار وهذا أيضا شق من مربي الطيور. يعني له عذره العذر يعني كما نقول طريقتهم تكون صحيحة عندما يمتنعون تقديم هذه الفيتامينات وتبديلها بفيتامينات محلية وطبيعية مثل الفواكه الجافة مثل الخضار مثل الغلال مثل النباتات البرية. كل هذه الأشياء تدخل في تجهيز الطيور لأننا للأسف الشديد أصدقائي دخلنا في مرحلة خاصة نحن في شمال إفريقيا وفي المغرب العربي بشكل عام دخلنا في مرحلة هذه الفيتامينات أصبحت نسبة 90% فيتامينات مغشوشة وفيتامينات مقلدة ليست الفيتامينات التي نبحث عنها. إذا كنتم في أوروبا ومتابعي قناة سوق عمر يعني ما شاء الله تبارك الله ما أيضا يتابعونني من أوروبا تستطيعون شراء هذه الفيتامينات وأنتم يعني مطمئنين لأن في أوروبا لا يغشون في هذه الفيتامينات. ولكن للأسف الشديد نحن هنا في المغرب العربي الغشة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم المال ولا يهم الطيور وهذا شيء عيب وحرام. يعني كائنات طيور يعني ما دخلها في هذه الأشياء. كي لا أدخل في التفاصيل وأكمل هذا الدرس أصدقائي بهذه الخطوات البسيطة يمكنكم احتواء المشاكل التي تتواجد في موسم التزاوج وأكثرها البيض الغير المخصب. كما يمكنكم اتخاذ خطوات أخرى مثل تقديم أنواع أخرى من الفيتامينات المحفزة التي لا يتسنى لنا ذكرها لضيق الوقت. ولكن تستطيعون في أرشيف القناة قناة سوق عمر مليء بالنصائح والإرشادات وعديد الفيتامينات سواء كانت محلية أو سواء كانت أجنبية مهمة في حياة الطيور. أصدقائي الحلول موجودة فقط كونوا صبورين في مجال التربية لأن عالم التربية مليء بالعراقيل وفي نفس الوقت مليء بالمتعة والنجاح. كما يمكنكم أيضا زيارة موقعي سوقعمر.com كذلك تجدون فيه كل الإرشادات وكل أساليب الطرق التي نستطيع نجاح موسم التزاوج في الطيور سواء كانت حساسين سواء كانت طيور كناري وغيرها من هذه الطيور. أصدقائي أنا أكملت هذا الدرس يعني بعض المربين تنويه صغير كي لا أطيل عليكم وأعتذر على الإطالة. تنويه صغير يعني بعض من المربين عندما يكون العش الأول البيض يكون غير مخصب ولا يكون فراخ
فيكون إحباط وتقل العزيمة ويضطر لبيع الطيور وينفر هذا المجال، وهذا غير صحيح، لأن هذا المجال لابد من الصبر. نحن في بدايتنا كنا نربي، يموت لنا طيور ثم نشتري طيور أخرى، تبيض لنا الطيور ولكن البيض لا يكون مخصب، كذلك نطمح إلى عش آخر، العش الثاني تبيض لنا الأنثى ولكن البيض يكون غير مخصب، ودخلنا في مرحلة بعض من اليأس، ولكن قلنا أن هذا المجال يجب نأخذه بسلبياته وإيجابياته. وبعدها الحمد لله رب العالمين، الفضل من الله، امتلكنا عديد المعلومات وتعلمنا من خبرائنا في هذا المجال وسمعنا منهم في دروسهم سواء كانت في القنوات أو سواء كانت في المدونات، وطبقنا النصائح التي قدموها لنا، والحمد لله كانت لنا مواسم ناجحة. ونحن الآن كلامي هذا موجه للمبتدئين بين قوسين، لا تيأسوا في تربية الطيور، جربوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولا تيأسوا.